فيك نداء للصحراء الذين ضلوا البلاد والعباد وأفسدوا الأخلاق العباد يا شيخنا، ربنا يبارك فيك. السحر كبيرة من أكبر الكبائر كما لا يخفى عليك، بل في بعض الأحيان يكون كفرا. قال تعالى: يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. الله يقول، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات، سبع كبائر تدمر أصحابها. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر، وذكر الحديث. والله يقول: ولا يفلح الساحر حيث أتى. السلام عليكم.